الريموت الغريب ده ناخده. بابا انا لقيت الريموت ده في الشارع، والمشكلة ان شكله غريب جدا، انا مش عارف بتاع ايه ولا بيعمل ايه. داخل عليا بريموت. ماشي يا حبيبي، برافو، حاضر حاضر. بدل ما تخش عليا ببسبوسة ولا اي حاجة، ولا بسبوسة بالقشطة ولا بالمانجا زي بتاعت الترندات، كتك البلا في شكلك. في ايه في ايه؟ انت قلت حاجة بابا؟ انا قلت حاجة يا ابني غريبة. 3 hours later. بقول لك ايه يا اخويا، انا لازم اجي معاك النزوله بتاعت النهارده، انا ماليش فيه. اجي معاك يا ابني، انت اكيد داخل معايا الخروجه، وش هتيجي معايا لانك اخويا الصغير يعني، اما انت مش هتيجي معايا، مين اللي هيجي معايا يا ابني؟ هو كل خروجه ولا نزوله ترشق فيها كده زي الخازوق؟ انا يا ابني مش بحبك، في ايه بقى؟ انت بتقول ايه بس؟ ده انت اخويا. هو الريموت ده اللي جابه في جيبي، انا اقرا افكار الناس. اهم حاجه ان انا لازم استفاد جدا من الحوار ده، هروح لاهم رجال الاعمال في البلد واخليهم يقتنعوا بحاجات هم اصلا بيفكروا فيها، وهيكتشفوا قد ايه انا شاطر وقد ايه انا بفهم في حاجات كتيره جدا اكتر منهم. هبقى اهم واحد في العالم، هبقى معايا فلوس كتيره جدا، اغنى واحد في العالم هيبقى انا، هيبقى معايا فلوس 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 فلوس. الريموت فين؟ ريموت فين؟ استغفر الله العظيم يا رب. ابني بص الحالة وصلت لحد فين؟ قلتلك تتغطى كويس قبل ما تنام.